السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشوف واحدة الجوانب السوداء في البيم وهنناقشها، تمام؟ طيب، موقف حصل كالآتي. صديق ليا شغال في شركة كبيرة وشغال هي في مجال البيم. كل ما يجوا يبعتوا اللوح للمراجعة يفاجئوا إنها بتيجي كلها رفض، الشغل كله وعك مرة اتنين تلاتة. فالمهم متأكدين إن هم عاملين كل الكومنتات، بس اللوح اللي بتخرج كلها غلطات. بيراجعوا فعلا اللوح، لو فعلا اللوح عكس ما هم عاملينها، يعني هو عامل حاجات وفجأة انها بتتعكس وبتتعمل حاجات زي كده. المهم قعدوا يدوروا، لو ان الشغل اللي موجود في الريفت بيفضل شغال كويس زي الفل، لحد ما تبدأ تقول له صدر او اطبع، بيروح ايه ضارب الشغل كله. تلاقي ايه، في عفريت كده جه وزق الباب شوية، زق الحيطة دي شوية، طلع شوية، نزل شوية، بيلخبط الشغل كله اول ما تيجي تصدر شغل او اول ما تكون خلصت الشغل بتاعك. المهم قعدوا يدوروا ايه العفريت دوت، وقعدوا جابوا ناس تعمل زار ويحضروا عفاريت وبتاع. اكتشفوا ان في واحد كان شغال في الشركه، كان مبرمج شاطر، بس استغل الشطاره بتاعته غلط، يعني هاكر سيء او بيسموه بلاك هات. عمل ايه؟ عمل مايكرو. اول ما بتفتح الريفت بيقول لك انت الماكرو ده موثوق فيه او لا او كده. فهو كان شغال في الشركه، فراح قال له ايه ده موثوق فيه، ما تفكرش فيه، ما تسالش فيه. واللي بيفتح بعد كده حتى لو ساله بيروح قال له اه مشغل شغل الماكرو ده مسؤول لما بتيجي تطبع او تصدر يروح ضارب الشغل، تمام؟ هو معمول لكده، يعني لان التقنيه قويه والحاجات فيها مجسمه و3 دي، فهو مظبطها بحيث ان هو يحرك الباب شويه، يعمل باب شويه، يغير السكنس، يغير الطيب بتاع الحوايط. عامل برنامج، بس برنامج مهمته ان هو يغير او يخسرك كل الشغل اللي انت عملته. فدي نقطة لازم نخلي بالنا منها. اي تكنولوجيا بتحصل جديدة بيطلع ناس تستخدمها غلط ويعملوا الماكرو بشكل سيء، او يعملوا يعني حتى الايميلات، لا ناس بتعمل هاكر الايميلات. كل تكنولوجيا بتيجي بتلاقي واحد يحاول يستخدمها بطريقه سيئه، يحاول يسرق منها وهكذا. فاحنا نخلي بالنا من الموضوع ده. طيب، هل الموضوع ده خاص بالبيم؟ لا، هو ممكن يعمل الكود ده في قلب الاوتوكاد، ممكن يعني اي حاجه ممكن تعمل جواها كود مفتوح لها. موضوع البرمجه، لو اتقفل البرمجه هتخسر كتير. فالمفروض ان يبقى عندنا بارانويا، اللي هو شعور بالارتياب، ان انا اتاكد ان مفيش حد حاطط ماكرو غير موثوق فيه، محدش حاطط طب ادنس غير موثوق فيها، محدش يسيب الشركه غير لما اتاكد ان هو لغى اليوزر بتاعه وهكذا. يعني الفكره كلها محتاجه شويه حذر وشويه حرص شويه وشويه توعيه، والموضوع يمشي كويس. ده قصه كده ظريفه، كان الراجل عانى فيها اشهر لحد ما اكتشف سبب المشكله واكتشف الموضوع فين. بدل ما كان يتفاقم، كان المشروع كله فعلا ممكن يخسروه، هم كل مره يعملوا شغل مظبوط، يعملوا تعديلات مظبوطه ويبعتوها وتجيلهم ان كل اللي انت عملته غلط، تفتح الواحد تلاقيها غلطانه. فنخلي بالنا، نتاكد ان احنا قافلين اي ماكرو. ما تمشيش لو حد عندك عبقري عامله معامله كويسه، ما تزعلهوش وكده، وربنا يكرم إن شاء الله ويبقى عندنا وعي أبدي شوية.